لا أنا اليوم مش حكيكم عن المنخفض الجوي، أنا محمد الشاكر راح أشرح لكم عن علم الأرصاد الجوي. علم الأرصاد الجوي دائما بيبدأ بيكون أو في منتجات علم التنبؤات الجوية. كثير ناس بيسألوني ليش توقعاتكم كانت مطر، ليش توقعاتكم كانت ثلج، وليش توقعاتكم كانت شمس، وإجا العكس تماما. في ناس بتقعد تسأل إنه أستاذ محمد شو هذا يا زلمة؟ انا ما بعرف اليوم المفروض انها شمس بس طلع شو لا ما انا شايف تليفون خرب. طيب طول بالك. بس انا مطول بالي، انا ما رديت على اهلي، ما لبست منيح. انت من المطر؟ الجو كثير شمس عندك. عندي معلش. شمس حقك علي اول اشي، بس انت متى مشيك الجو؟ قبل 10 ايام. 10 ايام. طيب شباب منشفه لو سمحتوا، منشفه والله يرضى عليك، نصور قاعدين. اوكي بس انا يعني ما رديت على اهلي 10 ايام. مش شرط ترد اهلك شباب منشف لو سمحتوا، بس خلينا نكمل. قال لك 10 ايام مش مشيك الجو. طبعا في كثير ناس تعتقد انه مشيك الجو بس لمره واحده، كيف الجو مثلا نهايه الاسبوع، وبعدين بيصير يحكوا لي ليش مطرت وليش ثلجت وليش شمس، انتم مش كنتوش حاكين. علم الارصاد وعلم التنبؤات الجويه علم متغير طوال الوقت، بمعنى اخر انه بيصير مش تحديث مره باليوم، 4 مرات او 5 او 6 مرات في اليوم الواحد. عشان هيك دائما لازم نشيك التنبؤات الجويه اول باول، عشان هو علم احتمالي مش علم حتمي، بمعنى علم متغير وتوقعات الجويه دائما متغيره. اول شيء في علم التنبؤات، لاحظوا التنبؤات مش الارصاد الجويه، انه يتم قياس الوضع الحالي للكره الارضيه. الوضع الحالي للكره الارضيه يعني انه بنقيس فيها عناصر الجو المختلفه، من درجه حراره، من رطوبه، من رياح، من سرعه رياح، من اتجاه رياح، من ضغط جوي، من عناصر مختلفة عديدة. هاي بتم قياسها عبر محطات تسمى محطات الرصد الجوي، أو عن طريق أقمار صناعية، أو من خلال ما يسمى بالراديو سوند وهي البالونز، أو حتى من خلال أحياناً السفن المختلفة. طيب عرفنا الآن وضع الكرة الأرضية، شو رح نعمل فيها؟ من داخل هاي السناب شوت اللي بتنعمل مرتين في اليوم بحسب البروتوكول العالمي، منتصف الليل ومنتصف النهار بتوقيت غرينتش، تدخل الى ما يسمى بنماذج جويه عدديه. شو يعني نماذج جويه عدديه؟ نماذج جويه عدديه هي عباره عن بروسيس او عمليات معقده جدا تتم عبر حواسيب فائقه القدره سوبر كمبيوترز، وبتطبق على ذلك ما يسمى بمعادلات رياضيه فيزيائيه. بمعنى اخر بتم اخذ هاي الوضعيه الحاليه للكره الارضيه وبنعمل من خلالها محاكاة كيف راح تكون الوضعيات الجوية للكرة الأرضية في المستقبل، لكل ساعة لقدام أو لست ساعات لقدام لمدة 10 أيام قادمة. هذا هو النماذج الجوية العددية. بيجي بعدين دور المتنبئ الجوي بتطلع على كل حالة جوية مستقبلية وبيحللها. حتى أبسط لكم الموضوع بطريقة كثير كثير مبسطة. كثير منا شفنا على الأرض لما كنا نزيد مي وصابون عشان إما نغسل الأرض أو عشان نشطف، كنا نشوف كيف المي والصابون بيصير يتحرك بطريقة معينة وبصير يلف باتجاه المصرف. هاي الحركة احنا بالضبط هذا اللي بنحاول قاعدين نعمل له محاكاة للغلاف الجوي. فاحنا قاعدين عم ناخد الحركة هاي بلحظة معينة، بعدين بندخلها ضمن نماذج جوية عددية حتى نقدر نتنبأ كيف راح تتحرك مش المي والصابون بس الكتل الهوائية والرطوبة والعديد من العناصر الجوية في الغلاف الجوي. فالعملية جدا معقدة تدخل ضمن علم الموائع وعلم الفيزياء. طيب امبارح على طقس العرب زبطت معكم، بس على تطبيق ثاني ما زبطت، شو السبب؟ سؤال كثير منيح. في اختلاف دائما بين التطبيقات او مزودين الطقس في الاحوال الجويه في العالم. ليش؟ لانه كل جهه بتزود الطقس والارصاد الجويه بتعتمد على نموذج جوي معين، وزي ما فهمنا قبل شوي انه كل نموذج جوي عددي له نتائج مختلفه بحسب مختلف القدرات اللي بيمتلكها او المعادلات اللي بيطبقها. ففي اختلاف بالتنبؤات الجويه اللي بتنتج عن هاي النماذج، وبالتالي في اختلاف بالارصاد والتنبؤات الجويه بتطلع على هاي التطبيقات او مزودي الارصاد الجويه في العالم. السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف ممكن نحسن من دقه التوقعات الجويه لتاثيرها المباشر على حياه الناس؟ طبعا تحسين دقه التنبؤات الجويه والتوقعات بيجي من شقين. الشق الاول كيف تتعامل الناس مع هاي التوقعات الجوية، وكيف تتأخذ هاي المعلومة وكيف تتعامل وتتصرف معها. والشق الثاني هو البيانات وزيادة السناب شوت تصير أكثر مثرية. حكينا قبل شوي بأنه 30% من الأرض هي يابسة، ونص ممكن هاي المساحة فيها حروب ونزاعات وما فيها أولوية لموضوع الأرصاد الجوية. موضوع التنبؤات والأرصاد الجوية بيعتمد على إيش اسمه البيانات الضخمة البيك ديتا. إحنا بنتعامل مع بيانات ضخمة جدا جدا جدا، وعم نحاول نضبط الغلاف الجوي اللي ما بنقدر نضبطه. لكن كل ما زدنا الرصد الجوي والمعلومات اللي ممكن من خلالها نقدر نفهم شو بيصير في الكرة الأرضية، كل ما زادت دقة التنبؤات الجوية. هذا شيء بنعمله اليوم بس فائدته في المستقبل كثير بعيد.
على الجانب الآخر كيف نتعامل مع المعلومة الجوية؟ هذا موضوع كثير مهم. في أوروبا وفي دول غربية بتعاملوا مع هذا العلم بأنه هذا العلم احتمالي، بمعنى آخر ما في نتائج حتمية. عشان هيك في تنبؤاتهم الجوية بيجي بيحكي لك أنه الطقس حيكون مشمس بس في 30% احتمال مطر. عندنا إحنا لو حكينا هالمعلومة لا يتم أخذها بعين الاعتبار. ليش؟ لأنه بدنا إحنا نأخذ الصافي، لكن ما بنقدر نأخذ الصافي من علم أغلبه احتمالي. عشان هيك طريقة تعاطينا مع المعلومة الجوية لازم تتغير. لازم نكون عارفين إنه في احتمالات، ولازم نكون عارفين إنه في تغييرات كتير كبيرة. عشان لازم دائما نشيك على الجو عشان ما يصير مع زي ما صار مع صاحبنا قبل شوي إنه نشيكه من 10 أيام وتفاجأ إنه في مطر. آخر إشي بحب أحكي. أبو شاكر بكرة بنطلع سجية ولا كيف؟ حتى ليش بكره وفي دوام؟ في تأخير على الطيارات ولا لا؟ طولوا بالكم. عشان الأولاد نوديهم على المدارس ولا شو؟ الغسيلات انشرهم ولا لا؟ اوعك تنشر، أو انشر والله ما أنا عارف، خليني بس أحكي لك. شايفين قديش التنبؤات الجوية بتأثر على حياة الناس، مخططاتهم، وكل واحد على فكرة الطقس بيأثر عليه بطريقة مختلفة حسب مرحلته العمرية. لكن مش بس المهم دقة التنبؤات الجوية. برضو مش دفاعا لانكم شفتوا هلا احنا كيف شرحنا، بس برضو كيف نتعاطى مع هذا العلم وكيف نتعامل معه. هذا العلم علم احتمالي وعلم تنبؤات جويه مختلف عن العلوم الاخرى، هو مش علم حتمي. طريقه تعاطينا مع البيانات الجويه لازم تكون ماخذه بعين الاعتبار هذا الموضوع. عشان هيك دائما قبل ما تشيكوا نشره جويه حاولوا شيروا مع اصحابكم هذا الفيديو عبر منصه ابواب حتى يقدروا يفهموا كيف عمليه بناء التنبؤات الجويه وليش بتختلف من نموذج لاخر. ودائما بتمنى لكم ان يكون الطقس جيد وجميل لكم ويكون الجو فيه شويه ثلج. شكرا، محمد شاكك معكم، الى اللقاء.